السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعلمون إخواني الكرام من هو أقوى جند الله؟ أقوى جند الله، يعني أقوى جند ممكن يرسله الله على القوم الظالمين، أو يرسله الله ليعذب به عبدا من عباده إذا أكثر من المعصية والظلم. يتساءل البعض، يقول لي مرضا، يقول لك ضعيف، يقول لي البعض فقر، أقول لك ضعيف، تقول لي لا أعرف، فاحشة يرتكبها ولا يستطيع أن يتوب منها، أقول لك ضعيف. تعلمون إخواني الكرام أن ربي سبحانه وتعالى إذا عاقب إنسانا وغضب عليه فإنه يسلط عليه الهم والغم، الهم والغم الذي يطير النوم من عيونه، الذي لا يجعل الإنسان مستريحا في حياته، الذي يجعل الإنسان ربما مستدرج، فيفتح الله له أبواب الرزق ولكن يعيش في هم وغم. الذي يرسل الله عليه الهم والغم قد يعتقد نفسه في كثير من الحالات أنه يحسن صنعا، لكن هو للأسف هو مخرب في الأرض. فالهم والغم أخوان الكرام جند من جنود الله، عنيف جدا، ونسأل الله السلامة منه، ونسأل الله أن لا يبتلينا به وأن لا يسلطه علينا، لأننا ناس خطائين، ونتمنى أن نكون من الخطائين التوابين. دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.